هنروح لمواجهتنا التانية وهنتكلم في المواجهة دي عن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف وطبيعة مهامه إيه، آلياته إيه في مواجهة هذا الفكر البغيض، وإيه طرق الجماعات الإرهابية لتجنيد واستقطاب الشباب. هنتكلم عن أهم بروتوكولات التعاون بين المرصد والجمعيات الأهلية اللي بتعمل في المجال الخيري لتوعية الشباب بالأفكار المتطرفة. اسمحوا لي أرحب بضيفتي عبر الأقمار الصناعية دكتورة ريهام عبد الله، المشرف بالمرصد أو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف. دكتورة أهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، وخلينا نبدا يعني باليه عمل المرصد وطبيعه مهامه كمان لمكافحه التطرف. اولا اهلا وسهلا بكم، وتحيه كبيره، تحيه فخر واعتزاز للمراه المصريه وكل نساء العالم، كل سنه وهم اكسير الحياه، وكل سنه وهم حاملين نبض الامه على اكتافهم زي ما فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي قال النهارده. احنا النهارده كمان كنت عايزه ابدا كلامي باحنا خصصنا شهر مارس بالكامل في مرصد الازهر لتناول قضايا المراه المختلفه، وان شاء الله هنختم الشهر بعقد مؤتمر او احنا ممكن نقول ويبينار يعني عشان ظروف طبعا جائحه كورونا، جائحه كوفيد 19، فان شاء الله يكون ويبينار عالمي يبقى فيه شخصيات نسائيه وحتى رجاليه من الرجال على السياقات المختلفه يتناولوا موضوعات تهم المرصد. مرصد الازهر لمكافحه التطرف زي ما هو باين من اسمه هو معني في الاول والاخير محاربه التطرف، ولكن خلينا الاول نتفق جميعا ان الارهاب ليس وليد الدين، او الارهاب وليد التطرف وليس وليد الدين، والارهاب الذي اتحدث عنه الان نواجهه بطرق مختلفه، يعني احنا في مواجهه عسكريه طبعا وده حاصله بشده وبقوه في مختلف بلاد العالم، احنا عندنا احصائيه بتقول ان تقريبا 103 دوله في العالم بالفعل قالوا ان في انخفاض كبير جدا في مؤشر العمليات الارهابيه، ده ملحوظ جدا في مصر، ده ملحوظ على سبيل المثال برضو في دوله عانت من الارهاب ومن التطرف فترات طويله زي باكستان، في انخفاض ملحوظ في مؤشر التطرف بدرجة 36% انخفاض في العمليات الإرهابية في عام 2020 عن عام 2019، وبرضو عدد القتلى انخفض لنسبة 38%. ده احنا بنتكلم عن المواجهة الحربية والمواجهة العسكرية على النطاق العسكري، ولكن هناك مواجهة أخرى، مواجهة في غاية الأهمية، وهي المواجهة الفكرية، وهو ده اللي احنا معنيين به. علماء النفس قالوا أن المتطرف هو من لا يعترف بخطئه ولا يعترف بصحة رأي غيره، وقد يكون هذا بسبب جهل، وقد يكون هذا عمدا أحيانا. إذا كان هذا بسبب جهل فإحنا في المرصد معنيين بإحنا نزيل هذا الجهل، خاصة فيما يتعلق بالمفاهيم، بتصحيح المفاهيم الخاطئة. مرصد الأزهر أعتقد أن كان في مداخلة في برنامج حضرتك قبل كده برضو، ولكن كانت مش عن آلية المرصد أو عن إنشائه. مرصد الأزهر إحنا هنكمل دلوقتي 6 سنين على إنشائه، أنشأه فضيلة الإمام في عام 2016، وأطلق عليه أنه هو عين الأزهر، عين الأزهر الناظرة على العالم، فهو كان نافذة يعني نطل بها على العالم، يطل بها الأزهر الشريف على العالم، ويطل العالم على الأزهر الشريف من خلال هذه النافذة التي تكبر يوما بعد يوم. احنا بدأنا شغلنا بسبع لغات الرئيسية اللي هي الإنجليزي والفرنساوي والألماني واللغة الأردية اللي هو أنا المشرفة بتاعت الوحدة بتاعتها، واللغة الفارسية والأسبانية. احنا النهاردة بنتكلم في 12 لغة، هنزود إن شاء الله لغتين كمان في القريب العاجل، عندنا إن شاء الله اللغة الروسية وحتى أيضا اللغة اليابانية. كل العاملين في المرصد باحثين ومنتدبين من جامعة الأزهر من كلية اللغات والترجمة، كلهم معنيين بسياق أو عارفين كويس قوي الأدوات اللي هما بيستخدموها على نطاق أو على مستوى اللغة وحتى على المستوى الفكري وعلى المستوى الديني طبعا، لأن هما كلهم أزهريين وعندهم خلفية دينية جيدة جدا.